في العام 1963 قدنا مظاهرة ضد نظام عبود وتأييداً لثورة الكونغو التي كان على رأسها لومومبا. وبسبب هذه المظاهرة طردت أنا ومعي آخرون وانتقلت إلى الأحفاد الثانوية بأم درمان، ولكني تركتها فلم أستطعم الدراسة المدرسية هناك. قبل ذلك كنت قد بدأت في التثقيف الذاتي، والذي بدأ معي منذ فترة عطبرة ثانوية. فالوقت الذي كنت أقضيه في مكتبة المدرسة كان أكثر من الوقت الذي كنت أقضيه في الدراسة، وكان معروفا أن مفتاح المكتبة عند محمد أبو القاسم حاج حمد. محمد أبو القاسم حاج حمد ولد في ديسمبر 1941 في شمال السودان في جزيرة مقرات، من عائلة أقرب ما تكون إلى روح الطليعة الختمية. في بيت والده تعرف على قيادات الثورة الإريترية عثمان صالح سبي وآخرين وقتها، ثم قرر بكامل وعيه وإرادته أن يلتحق بالثورة الإريترية وأن يصبح واحد من رموزها. كان لمحمد أبو القاسم حاج حمد دور مهم جدا، إذ أنه هو الشخص الأول الذي بادر بتأسيس مكتب للعلاقات الخارجية للثورة الإريترية، واتخذ من دمشق مقرا له. ارتبطت بالثورة الإريترية التي بدأت بثلاثة عشر جندياً في إريتريا نهاية العام 1963. تلك الفترة تزامنت مع تحالف بين هايلا سلاسي والفريق إبراهيم عبود. اعتقل الإريتريون وطردت قياداتهم، فوجدت نفسي حلقة وصل بين القيادات في الخارج والعسكريين المقاتلين في الداخل. فتخصصت في تهريب الأسلحة واختلاس الأدوية من السلاح الطبي ومخازن الذخيرة التابعة للجيش وتهريبها إلى إريتريا. ومنذ ذلك الحين أصبح من المناصرين للقضية الإريترية منذ 1963 إلى أن نالت إريتريا استقلالها، وكل ما في ذلك الاستقلال، لأن الإريتريين لم ينسوا هذا البيت الذي آواهم ولم ينسوا أبو القاسم حاج حمد، ومنح جواز سفر دبلوماسي أريتري. فقد تبوأ محمد مسؤولية مستشار الرئيس الأريتري للاستثمار، وكان ذلك في الأيام الأولى لإعلان الدولة في أسمرة. محمد أبو القاسم حاج حمد اختار بيروت مقرا له منذ السبعينات، واستقر بها وأسس المكتب العالمي للبحوث. استطاع محمد أبو القاسم أن ينتج عدد كبير جدا من الكتب، ولعل أهمها كان كتاب السودان المازق التاريخي وآفاق المستقبل في طبعته الثانية التي صدرت في عام 96. كانت الطبعة الثانية، لأن الطبعة الأولى كانت في عام 1980. أراد به محمد أبو القاسم أن يعيد دراسة الظاهرة الاجتماعية السودانية، ولذلك هو في الكتاب لم يسرد تاريخا ولكن قدم تحليلا منطقيا يكاد يصل معه القارئ في خاتمة الكتاب إلى نفس النتائج التي أرادها. لذلك أهمية كتاب السودان أنه ليس فقط كتابا في التاريخ أو عن التاريخ، إنما هو كتاب عن تحليل التاريخ السوداني، وهذا التحليل في الظاهرة الاجتماعية الكبرى للسودانيين يشتمل على التحليل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي حتى التقني، يعني يمكن عده وكذا. هذا الكتاب بدأ بمقدمة نظرية لجدلية التركيب في السودان، فجاء إلى حاجة اسمها مكونات الكيان السوداني، أو يعني أطراف الكيان السوداني.
أن تاريخ السودان هو جدل بين مكونين، بين المكون الإفريقي وبين المكون المتوسطي، المكون المنفتح على حوارات البحر الأبيض المتوسط. وهو يعتقد أن السودان تعلو مكانته الحضارية عندما ينفتح على حضارات البحر الأبيض المتوسط فيجدد الحيوية الإفريقية. ويجي الطرف الثالث هو الجنوب، اللي هو جنوب السودان وأفريقيا، يرى أن هذه هي الثلاثة مكونات في جدل الوجدان، التكوين والبراعة السودانية. فمن هنا أصبح إنسان عنده إيه؟ أصبح عنده فانوس نظري، وأصبح يستخدم هذا الفانوس النظري ليرى كل تاريخ السودان من خلال هذا الفانوس. السوداني الآخر مثلنا يعني الخريج جامعة الخرطوم ما عندوش هذا الفانوس، إذا مسك التاريخ يتلوه تلاوة. نتيجة لهذه الأوضاع المتدهورة حضارياً في الوطن العربي، لم تستطع البدايات العربية في السودان أن تعمق تطورها بحيث تثبت قاعدة تدامج وطني جديد يستقطب الشرق والغرب والجنوب، وبقيت تلك البدايات في حدود تحالفات قبلية. دخول العرب لم يأتي فتحا ولا سيفا ولا بغتة كما حدث للأقاليم من حولنا، كما حدث لمصر، ولكن كذلك لم يأتي في عنفوان الحضارة الإسلامية، لأن العرب دخلوا إلى السودان في رأي أبو القاسم حاج حمد في لحظة تراجع عربي إسلامي عام بعد سقوط غرناطة عام 1492 للميلاد، فلم تتشكل أمة سودانية جديدة وظلت الهوية في حدود القبيلة. يستثني محمد أبو القاسم حاج حمد من هذا الانقسام الطرق الصوفية، فهو يرى أنها الوحيدة التي أفلحت في صنع تدامج وطني عام، إذ أن الصوفية تستطيع اختراق حدود القبيلة وتستطيع أن تشكل أمة جديدة وتستطيع أن تشكل هوية إسلامية جامعة وتستطيع أن تصنع نوعا من الوحدة الوطنية خارج حدود القبيلة. وهو رؤية أنه إسلام السودانيين لم يكن إسلاما مشرقيا، يعني ما كان إسلام مدرسي، يعني ليس كإسلام المصريين ولا كإسلام العراقيين ولا الشوام ولا كذا، بل أن هناك تربة إفريقية بشكل أو بآخر تتمثل الروحانية أو الأرواحية، ولذلك حينما دخل الإسلام تسربت هذه المفاهيم الإفريقية إلى الإسلام وبات إسلاما إفريقيا أكثر من الإسلام يعني مشرقي عربي. لذلك لم تنشأ مؤسسة للفتية في السودان. إلى أن هذه الطبيعة لدخول الإسلام في السودان جعلت هذا الإسلام متسامح ومنفتح وصوفي إلى حد كبير، وأعطت كذلك كثير من سمات هذه الحركة للشخصية السودانية نفسها. اخترقت الحركة الصوفية الحواجز القبلية والإقليمية وتجاوزت بمسلكيتها الأخلاقية أطر التعصب ساعية وبكل قوتها وعلى نحو عفوي لإيجاد تدامج وطني عام يشكل كل هذه الكيانات. كانت الصوفية محل توافق عقلي ونفسي مع واقع تلك الشخصية الفكرية، فقد مدت الصوفية يدها فتناولت مفتاح الشخصية الإفريقية ونطقت بقوة الكلمة السحرية التي تعطي الأشياء معناها في إفريقيا. يعني هذه تروح ربما يروي لها البعض باعتبار أنه يريد بعد روحاني أو بعد أفريقاني للإسلام في السودان، أو يصفوه بأنه إسلام مخلط يعني ولا يقبل إلا يعني أن تقدم إليه إلا بالطريقة الصوفية عن طريق النوبة والرقص وكذا. لا، ما أظن هذا هو الشيء السائد، لكن لا نستطيع أن نجزم، وأنا على يقين من ذلك أن كل الذين اعتنقوا الإسلام في السودان كانوا بأسر من التصوف. التصوف ظهر كمراكز تجمع الناس،
لكن الناس اعتنوا بالإسلام بعدة مؤثرات، مؤثرات التجارة، مؤثرات التزاوج، مؤثرات الهجرة وكذا. التصوف حاضر جدا في شخصية محمد. محمد رجل متسامح بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. محمد رجل زاهد. محمد ما عنده علاقة بالمال، ما عنده علاقة بكل الماديات. لم يتخذ بيت، ولم يمتلك منزل، ولم يمتلك سيارة، ولم يمتلك مكتب، ولم يكن له حساب في البنك. أنا رافقته لأكثر من عقدين من الزمان، يعني أعرف تماما أنه لم تكن المادة بكل ألوانها وأشكالها تشكل جزءا من تفكيره والاهتمام. السودان المازق التاريخي وآفاق المستقبل، هذا كلف 20,000 دولار. كنت أوازن بين أن أقدم لكم هذا الكتاب في السودان لأعوض به عن بعدي عنكم، أم أشتري بهذا المبلغ قطعة أرض. ففضلت أن أؤدي هذا الدور وأن أدفع لكم أنتم 20,000 دولار في هذا الكتاب تعويضا عن ترحالي وغيبتي من أجل رزقي ورزق أولادي. فأرجو أن يكون هذا أمر. أستاذ حاج حمد، نعود إلى محور حديثنا. تفضل. المهدية، محمد أحمد المهدي كثير الكلام عنه والحديث، لكن محمد لم يكن مشغول بهذا الأمر، إنما كان مشغولا بالقوى الاجتماعية التي ناصرت ورفضت المهدية. بعض هذه الملاحظة المهمة التي قدمها محمد أبو القاسم حاج حمد، أن المهدي أصلا أصوله من شمال، أقصى شمال السودان، ولكنه درس ونشأ في خلاوة وكتاتيب الوسط والشمال، وأصبح متصوفا كبيرا فيها متعلما، وبدأ دعوته هنا في جنوب الخرطوم في منطقة الجزيرة أبا، ولكن عندما تحولت إلى دعوة وإلى جيش للجهاد هاجر إلى غرب السودان. تفجرت الثورة المهدية في مناطق غرب السودان، وهي المناطق المنفتحة على سلطنات والداي وعلى سلطنات كانو. محمد أبو القاسم حاج حمد في تعليله لذلك يرى أن نمط التدين الصوفي في غرب السودان، المناخ الذي تنتشر فيه الطريقة التجانية وبعض الطرق الصوفية الأخرى، ذلك المناخ أقرب إلى تصديق أسطورة المهدي المنتظر. ربما يكون التأييد الأكبر أتى من غرب السودان أو عدديا، ربما كل بعد تلك المناطق من مركز الدولة. غير أن هذا الواقع الإقليمي في غرب السودان كان يقابله واقع آخر في وسط السودان وشماله، حيث القبائل هنا عربية التكوين في الغالب العام، ثم إن إسلامها تراثي راسخ وأكثر اتصالا بالحضارة المتوسطية عبر انفتاحه على مصر، فإن هذا الواقع لم يبايع المهدي منتظرا بل بايعه منتصرا. يعتقد أن شمال السودان في تقديره، وأعتقد أن هذا أمر فيه نظر، أن هذه المنطقة في تقديره متقدمة حضاريا، متقدمة بمعنى أن الظاهرة الدينية أرسخ، وأن التراث يعني ما يمكن نسميه الفقهي العثماني الذي جاء مع الدولة التركية صنع مؤسسات دينية في شمال السودان. هذه المؤسسات لم تكن تسمح بالزعزعة، لم تكن تسمح بهذا التمرد، لذلك رفض المهدي في شمال السودان. رفض نعم باستخدام أساليب من الدين وبتكذيب دعوة وكذا، لكن الرفض الأساسي أنه كان الأمر صراعا بين القوى الاجتماعية بين النخب في شمال السودان. بيفتكر أنه المهدية كانت في طريقها، إذا امتد العمر بالمهدي، أنه توحد الكيان السوداني.
ما كان يمكن لذلك التحرك المهدوي إلا أن يأتي صوفية، باعتبار أن الصوفية هي العامل الوحيد الذي يتجاوز أطر القبيلة بعد أن أكدت عليها التجربة السنارية وما قبلها. لمحمد تجليات كثيرة جداً وارتباطات صوفية عميقة جداً، وأذكر أنه نحن تحركنا سوياً من بيروت إلى دمشق في يونيو حزيران 96، ما أن دخلنا إلى الفندق ووضع حقيبته حتى طلب مني أن نتوجه لزيارة ابن عربي. تعلق فكره تماماً وذهنه وقلبه ونفسه بابن عربي، فكان كثير الشروط طوال هذه الرحلة لحد ما حتى وصلنا دمشق. حين دخلنا إلى مقام ابن عربي وكان معنا الشريف زي العابدين الهندي وآخرين، انفجر محمد أبو القاسم باكياً. وبكاء استمر يعني أكثر من ساعة تقريبا، وكان جالسا أمام المقام ابن عربي وكأنه كان يحدثه. كان الأصعب من ذلك أن يودع محمد أبو القاسم حاج حمد ابن عربي ويخرج. لفترة كذلك قاربت ساعة ونص تقريبا نحن ننتظر أن يودع محمد أبو القاسم حاج حمد ابن عربي ليخرج من هذا المقام، ثم نعود إلى الفندق في دمشق لنبدأ مباحثات سياسية مهمة كان هو جزءا منها. أهم المفكرين كان بالنسبة له هو الشيخ محي الدين ابن عربي. يعني أول كتاب أهداه لي أنا أبوي كان رسائل محي الدين ابن عربي، بس في نفس الوقت أبوي ما كان شايف نفسه أنه هو متصوف بكامل التصوف يعني، بس كان عنده عادات بيكون بها زي المتصوفين. إسلامية المعرفة قضية في منتهى البساطة وفي منتهى التعقيد الفلسفي ذات الوقت. تشكل في ذهن أبو القاسم حاج حمد مشروعه المركزي المعرفي الذي خطه في كتاب العالمية الإسلامية الثانية. في هذا الكتاب يتناول الثالوث المعرفي الوجودي الشهير، الغيب والإنسان والطبيعة، الإنسان باعتباره ثائر على نفسه بتعبير أبو القاسم، والطبيعة باعتبارها ثائرة على الإنسان بقوانينها الصارمة، ثم الغيب الذي من المفترض أن يعيد ترتيب العلاقة بين العناصر الثلاثة. في الكتاب أيضا يجيب بصورة جريئة عن سؤال المعرفة وبالتحديد المعرفة القرآنية. خرجنا بحل منهجي أسميناه الجمع بين القراءتين، تم الاستمداد من صورة العالم. ويطرح أبو القاسم فكرة مركزية هي فكرة الجمع بين القراءتين، القراءة بالله، الله الذي يصل بك إلى الغيب وإلى المعارف التي لا يمكن إدراكها بالحواس أو بالعقل القاصر، ثم القراءة بالقلم وهي القراءة في الطبيعة. الجمع بين القراءتين هذا هو منبع بعث الإسلامية مرة أخرى. العالمية الإسلامية الثاني هو المركز الذي ينطلق منها أبو القاسم حاج حمد في تطبيقات عدة في قضايا المرأة وقضايا المجتمع وإلى ذلك، حتى في مؤلفات كمنهجية القرآن المعرفية وفي كتابه أبو السمولوجيا المعرفة الكونية تطبيقات لهذا الكتاب. محمد حقيقة كان يكتب في موقعين، كتاب السودان وكتبه الأخرى يعني، فكان في الصيف يكتب في شملان وفي الشتاء يكتب في بيته في الشويفات. كان المرحوم محمد أبو القاسم يأتي إلى شملان. شملان هي معروفة بالنسبة للسياحة في لبنان، منطقة مرتفعة وشديدة البرودة. في هذا المكتب الذي سماه المرحوم محمد أبو القاسم مكتب الدراسات الاستراتيجية يقضي 6 ساعات و7 ساعات ولم يترك القلم من يده. المكتب العالمي للبحوث يعني اختار له مكان ساحر جدا، ومكان
ملهم جدا، لأنه هو في قمة جبل وتحيط به الخضرة من كل الاتجاهات. ده المكان اللي عمل فيه محمد وأنتج العالمية الإسلامية الثانية، وفي نفس الوقت استكمل جهده في كتاب السودان في طبعته الثانية. هذا المكان اللي هو فيه شجر السنوبر كان المرحوم أبو إبراهيم يحب يقعد فيه، وحتى كنا نجيب مسجل صغير ونسمع أغنيات فيروز والمطرب الراحل عوض الدوخي، كان هؤلاء المحببين من المطربين على قلبه. وبالأخص كان يقول لي: يا عبد الله، أنا أحب فيروز كما أحب أولادي. هذا التكوين الذي نظر إليه الأستاذ محمد أبو القاسم حاج حمد، أن كلية وردون نفسها لم تكن إلا مدرسة تخرج صغار الموظفين، هذه المدرسة لم تكن تدرس التاريخ العالمي ولا التاريخ الاجتماعي ولا الفلسفة ولا العلوم، كانت تخرج محاسبين وكتبة ومترجمين، أي أنها كانت تخرج موظف يفتقد إلى النظرية، ما عندهش اهتمام بالنظرية، عنده يعني بالتربية البريطانية هو براغماتي، وقال أنه بالطريقة دي هو ما لا ينفذ إلى المجتمع، يعني ما بيقدر ينظر إلى تراكيب المجتمع ويتصل بها وينقده، هو على هامشها على سطحها. شعبنا من داخل البرلمان ينادي بالاستقلال التام عن دولتي الحكم الثنائي، أصبح السودان حرا مستقلا، وارتفع في سماء بلادنا علم السودان الحبيب خفاقا. أبو القاسم حاج حمد يبين إشكالات السودان الحضارية، أن هنالك انفصام بين العمق المتوسطي وبين البعد الإفريقي. ما هو الحل وما هو العلاج وما هو الداء؟ الحل في رؤية محمد أبو القاسم حاج حمد ما أسماه بالرافعة الحضارية التي ترفع أطراف السودان المتخلفة إلى مستوى المركز. هو يرى أن هذه الأقاليم هي نازعة إلى الانفصال، فإذا أعطيت مزيد من الصلاحيات ومزيد من السلطات فهي حتما ستنفصل عن السودان، ولن يكون هنالك سودان موحد، وستكون الدولة القومية في السودان شيئا من الماضي. عشان كده كان هناك إصرار على المركزية. مركزية مش معناها أمن على الأطراف، مركزية إنه في اقتصاد رعي وزراعي فقير، إني أنا أمركز الموارد كلها وأمركز وأستجلب كل شراكات العالم في التكنولوجيا والطاقة، وأقدر أبسها للأطراف عشان يشكل المركز رافعة للسودان ككل في وفق منظور استراتيجي واحد نقدر نصب للسودان لمجتمع اقتصاد صناعي. لأن كل مركزية تعني بالمنطقة العتبية الدكتاتورية. قلنا بالمركزية لسبب واحد، مركزية كمحور تستقطب وتستجمع هذه الهويات السودانية المختلفة، هي استقطاب من أجل الهوية الواحدة وليس فرضا دكتاتوريا على الأرض. ولم يكن الجنوب جزءا من البنية التاريخية والحضارية والاجتماعية لهذا السودان الشمالي الذي لم يكن موحدا بدوره، وإنما كان مجزءا بين تلك الكيانات شبه القبلية. فالسودان والمازق التاريخي في هذا الكتاب هو أول ما تنبه إلى أن الأمور في السودان لن تذهب كما كانت هي من بعد الاستقلال، وأنه إذا لم يكن هنالك رؤية سياسية فإن الجنوب سيولي وجهه نحو كينيا ويوغندا. طبعا يفسر هذا الانفصال بالجدلية الحضارية، يقول أن الجنوب مستوحش من البعد المتوسطي وهو منفتح على ثقافات إفريقيا الاستوائية، لذلك هذا الخيار الحضاري سيتحول إلى خيار سياسي، وقد تحقق هذا
بالفعل بعد وفاة أبو القاسم حاج حمد في العام 2011. قال فكرة قبل انفصال الجنوب وقبل أن تبدا نفاشة وغيرها، إنه لا حل للجنوب إلا بكونفدرالية ما بين السودان وجنوب السودان، وأن الفدرالية تصلح لبقية أنحاء السودان. أبو القاسم حاج حمد ما تميز به بشكل واضح في الرؤية الاستراتيجية للقرن الأفريقي هي أطروحة أو فكرة كونفدرالية القرن الأفريقي. على المستوى الاستراتيجي كان ينظر إلى أن دول القرن الأفريقي عليها أن تتكامل. محمد أبو القاسم حاج حمد عنده إسهامات فكرية عميقة جدا وكبيرة جدا، لن تجد حظها من الشيوع والانتشار داخل السودان، بالرغم من أن انتشاره في المحيط العربي كان أكبر من انتشاره في السودان. محمد بن قاسم حاج حمد مدرسة فكرية كبيرة تستحق القراءة وتستحق الاهتمام. معادلة الخطأ لا يمكن أن يحلها إلا جيل مؤهل تكنولوجيا مؤهل بشريا قادرا على تفعيل الطاقة في الداخل، قادرا على إعادة بناء الاقتصاد وتطويره. مهمتكم كجيل ثالث ليست بالمهمة السهله.